السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننقل هنا أقوال العلماء وما نقل عنهم في زكاة الفطر أو صدقة الفطر. زكاة الفطر أو صدقة الفطر، الزكاة لغة النماء والزيادة والطهارة والبركة. حكمها، ما حكمها وما علة إخراجها؟ تعد زكاة الفطر فريضة واجبة تجب عن كل مسلم، الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، ويخرجها الزوج عن زوجته. فزكاة الفطر واجبة على الزوج، فإذا عجز عن أدائها أو امتنع فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوج عليها حينئذ إذا كانت قادرة. والأدلة على وجوبها من حديث عبد الله بن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته، ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم 40 يوما في بطن أمه، أي نفخت فيه الروح. ويخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال، وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين. وقت جواز إخراج زكاة الفطر: اختلف الفقهاء في الوقت الذي يجوز فيه للمسلم إخراج زكاة الفطر على قولين كما يأتي. القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك. ووافقهم في ذلك الشافعية، وذهبوا إلى جواز إخراجها في نهار يوم العيد، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد في بداية اليوم. القول الثاني: يرى الحنفية جواز إخراجها من أول أيام شهر رمضان. إذن في وقت إخراج زكاة الفطر يقول العلماء: الأمر فيه سعة، فيستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا مانع شرعا عند بعض الفقهاء من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان. ويكره تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد، فإن تأخر فلا تسقط، ويجب إخراجها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر. وقت إخراج زكاة الفطر وحكم من فاته وقتها. تقول لجنة الفتوى بدار الإفتاء إن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أفضل، ومن السنة ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول دخول رمضان، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد وقبل غروب شمس يوم العيد فهو جائز ولا حرج فيه ويقع مجزئا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله. في سؤال: من لم يستطع أداء زكاة الفطر في وقتها فهل تسقط عنه؟ كانت الإجابة: من أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثما، وكان إخراجها في حقه قضاء. وأشار فضيلة المفتي في فتواه إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها، لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينا لهم لا يسقط إلا بالأداء. من هم الذين ليس عليهم واجب إخراج زكاة الفطر؟ الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر فهم ثلاثة حددتهم الإفتاء، وهم: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد. ويقول الإمام ابن باز: أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب، لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بعثمان رضي الله عنه. وثالثا: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. في سؤال الإمام ابن باز: الفقير الذي يستقبل الزكاة من الناس هل يخرج زكاة من الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟ كانت الإجابة: نعم، يخرج إذا جاءه العطاء قبل العيد، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقيرا ما عنده شيء ليلة العيد. والسلام عليكم.